سرطان الثدي أحد أكثر السرطانات شيوعاً لدى السيدات، هو يمثل نحو 16% من مجمل السرطانات التي تصيب هذه الفئة من الناس. منظمة الصحة العالمية تركز على أهمية الكشف والتشخيص المبكر لسرطان الثدي لدوره في خفض حالات الوفيات الناجمة عنه. حلقة التشخيص هذا الأسبوع نخصصها للحديث عن طرق التشخيص الحديثة لمرض سرطان الثدي وأهمية رفع الوعي بالكشف المبكر عنه. دائما التركيز بكل الحملات على الكشف المبكر، تشجيع السيدات على عدم الخوف انه يروحوا يصوروا، يعملوا التصوير المناسب لعمرهم. طبعا هلا في عده نقاط بموضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي. موضوع العمر كتير مهم، عندنا فاصل بالعمر هو 40 سنة. قبل 40 سنة طبعا ما بنعمل ماموغرام الا في حالات انه نحن عندنا قصه شخصيه عند الست نفسها سبق اصيبت بالسرطان، قصه عائليه باعمار صغيره مثلا الوالده الاخت الابنه بعمر صغير ظهر عندهم الكانسر، ممكن نبلش بالماموغرافي بعمر قبل 40 سنة. طبعا بعد 40 ريكومند الماموغرام كل سنتين. كنا قبل نعمله يعني كل سنه، بس هلأ حالياً كل سنتين كافي. ستيل إذا الست بتحب وفي عندها أي شيء من الكتل السليمة أو المنشاكين فيها ممكن نعيده كل سنة. قبل 40 سنة بنعمل الألتراساوند، هي صورة الإيكوغرافي، صورة كتير سريعة وبسيطة، ممكن نعملها بأي وقت من الشهر، لأني بنعرف الماموغرام لازم نعمله بوقت معين من الدورة أول ما تنتهي الدورة الشهرية عند الست. سو عندنا نوعين من التصوير هن الأساسيات بتشخيص أمراض وآفات الثدي، اللي هن الإيكوغرافي والماموغرافي. صار عنا بعدين طلعت طبعا أجهزة جديدة مثل الـ MRI اللي بيفيدنا كتير كمان بالأعمار الصغيرة، وممكن بآخر ستيب من التشخيص نصل لمرحلة العينة أو الخزعة. احنا خلينا نقول ان دايما الوقاية خير من العلاج، والفحص بيبدأ بالمرأة نفسها، مش لا بطبيب ولا بجهاز أشعة ولا بدكتور أشعة يشخص. المرأة لازم تتعود انها من سن البلوغ او ما فوقه بشوية انها تعمل الفحص الذاتي للثدي مرة كل شهر، ودايما بنختار الميعاد اللي هو بيبقى الصدر مش مشدود، يعني مش بعد الدورة الشهرية، وبالتالي بتبقى الامور مريحة وتقدر تعمل الفحص الذاتي للثدي، وبنعمله مرة في الشهر. دي اول خطوة للوقاية، لان هي لما بتعمله وبتكتشف ان في اي حاجة جديدة الكتلة بتروح للطبيب ساعتها، وساعتها الطبيب يقدر يوجهها للاتجاه الصحيح، والطبيب ده سواء كانت دكتورة النسائية او عندنا تخصص الفاميلي ميديسن اللي هو طب الاسرة والعائلة او يعني الجراحة وتفر، يعني ساعتها هي ممكن يطلب لها بقى بعد كده اشعة. في الغالب هتبقى لو صغيرة في السن بنطلب موجات فوق صوتية، لان احنا ما بنحبش نعمل الماموجرافي قبل سن الـ40 الا في بعض الـ يعني الحالات الاستثنائية. الآن لا توجد معرفة واضحة لأسباب الإصابة المباشرة بسرطان الثدي، لكن هناك مجموعة من العوامل المساعدة التي ترفع احتمال الإصابة لدى سيدات أكثر من غيرهن، عوامل مثل القصة السريرية والتاريخ العائلي، إضافة إلى نمط الحياة غير الصحي. موضوع الخوف عامل كتير أساسي عند الستات. الخوف ممكن أوقات يخلي الست الصبية تتخبى بالبيت وما تجي على التصوير وهي حاسة بالكتلة بالصدر عندها. أنا أجاني كتير حالات بالسنوات الماضية لكتل كتير اتطورت، كتل خبيثة انتشرت وصارت كبيرة وصار علاجها والشفاء منها كتير بنسبة ضئيلة بسبب الخوف. سو عامل الخوف عامل كتير أساسي، في عامل الخوف، في عامل يمكن أوقات الخجل شوي، الحذر، أنه والله الصورة بتوجع، كمان في هاي القصة اللي كتير بيجوا بيقولوا لي إياها أنه صورة الماموغرام
طبعا هو فيه ضغط خفيف لحتى يكون شوي غدة الثدي عنا فلات منا سميكة، بس ما نوع الألم الشديد. فالناس أوقات بتتداول معلومات وأفكار يعني بتصير سلبي على الست اللي عم تسمعه، بتخليها تتراجع وما تروح على الفحص، وإذا حاسة بكتلة تقول هلأ ما بدي أفحصها ويلا وما بدي وجع راسي. هذا كتير موضوع حساس بصراحة. أي شيء بتحسه الست لازم فورا تروح، أسهل إجراء نعمله فوري وسريع ومانو مزعج هو الألتراساوند. كنا زمان بنعمل الماموغرافي العادي، دلوقتي بقى حاجة في حاجة جديدة اسمها ديجيتال ماموغرافي، يعني اللي هو الرقمي، وبقى طلع منه كمان حاجة جديدة اسمها توموسينسز، يعني بنعمل زي بنقطع أو بناخد صور سلايسز في الشكرا، بناخد صور سلايسز صغيرة في الثدي، وبالتالي لو في كتلة صغيرة أو تكلسات من نوع غير حميد أو خبيث هتبان أكتر. ده بالنسبة للماموغرافي. وبقى في حاجة اسمها الماجنيفاينج فيو، يعني زي ما في حتة معينة أنا قلقان منها بقى في الأجهزة الحديثة، يعني زي الجهاز اللي عندنا بنسلط على المنطقة دي وبنصور كأننا مصورين بعدسة مكبرة. انا كنت حكيت من شويه على تقطيع الصوره، وان احنا بناخدها زي سلايسز صغيره، وبالتالي لو في اي كتله صغيره مش باينه في المامو هتبان بعد ما نعمل اللي بنقول عليه التوموسينسز ده. هو ده الجهاز الجديد الحديث اللي بيقدر يعمل لنا الموضوع دوت. فلو في تكلسات صغيره مش باينه هتبان اكتر، لو في كتل صغيره مش باينه هتبان اكتر وبثقه اكتر، واحنا نقدر من خلالها ان احنا نشخص سواء ان احنا نقلل احتماليه وجود سرطان او نزود احتماليه وجود سرطان. أنا خبيرة تصوير أشعة هنا، مسؤوليتي أخذ صور الماموغراف. أقابل المريضة وأجلبها إلى غرفة التصوير، أسألها عن القصة المرضية وإن كان هناك تاريخ عائلي للمرض، وأيضاً هل هناك أي علامات غريبة في الثديين. أحاول بالتأكيد أن أهدئ المريضة لأن موضوع التصوير قد يكون مقلقاً للبعض، خاصة للسيدات اللاتي يقومن به أول مرة. أكثر الحالات خلال الأشهر الماضية اللي مرقت عندي واللي أنا يعني شعرت إنه شقد مهم فعلاً السكرينينج والالتزام بالسكرينينج بتشخيصها، هي ست ما عندها أي فاميلي هيستوري، ما عندها شيء، بالماموغرام كتلة كتير صغيرة 4.5 ميلي كانت كتير صغيرة بالماموغرام. بالألتراساوند طبعاً أوقات كمان حجم الثدي إذا الثدي كتير كبير كمان بده وقت زيادة وتدقيق زيادة. بالألتراساوند ما قدرنا نشوف الكتلة بسهولة بصعوبة كتير، بس كانت هالكتلة شوي مشرشرة، يعني حوافها منا متجانسة متعرجة على المامو. وفعلاً بالألتراساوند بعد يعني ما أخذنا كل القياسات على صور المامو لقينا الكتلة، وفعلاً طلعت كانسر داكتال كارسينوما، والست بي أحسن حال هلأ، استوصلت الكتلة بدون إعازة لاستئصال الثدي بشكل كامل، وكانت يعني من أحد الأمثلة المهمة على فائدة الالتزام بالكشف الدوري، لأنه هالست هاي لو ما التزمت وراحت كتلة كتير صغيرة ما راح تحس فيها، ممكن بثدي كبير فما راح تحس فيها، يمكن لتصير 2 سنتي لأني كمان حجم الثدي بيأثر. سو ممكن عدم التزامه يؤدي لمشاكل ومضاعفات كتير، ويكون العلاج طبعا أصعب، نعتاس فيه ماستيكتومي استئصال كامل whatever. سو كمان بالكشف المبكر بيكون العلاج أسهل، تكاليفه أقل، التأثير النفسي على الست وعلى الأشخاص المحيطين فيها أقل بكتير. الكشف المبكر عن سرطان الثدي لا يزال حجر الزاوية في التحكم فيه، فعند الكشف المبكر عن هذا المرض تتوفر إمكانيات العلاج بشكل كبير، وبالتالي يتم ضمان الشفاء منه بشكل تام.